انا كانت فيا واحد ديفو بقى كنقول كان يعني ما بقاش، اللي هو الانفعال. كنت مثلا كتجي كتقولي لي شي حاجه، واحد الموضوع كنحاول نحلو بالانفعال، والانفعال ما صالحش. مع المده ومع الخبره، اي انسان فينا ماشي غير الفنان، اي انسان مع المده مع الخبره كتكتشف انك اي مشكل يجيك ما تحلوش بالانفعال، ما تحلوش بالاعصاب، تحلو بالهداوه وبلاتي هي احسن كما كنقولوا، كلشي كيتحل. الانفعال ما كينفعش.